داخل البيضة هذه رسمة معينة تعبر عن فيلم كرتون. حلو. نحاول نتعرف عليه، إذا عرفناه بننشد نشيد إشارة تبع الفيلم. يلا. أوكي. نبدأ الآن، أعطيكم مثال. تبون أعطيكم كل واحد يعطيه شيء؟ كل واحد فاز. أحسن. عشان مسج جماعي. اختار بس لا تفتح. لين أقول لك. يلا. يا رب وسيم. نشوف، لا تفتح لا تفتح. خلاص هذا فريقنا. لا لا عادي عادي، كل واحد لحاله عادي. وسيم أنا وأخي. ما تبصير معاه خلاص. اسمه وسيم أنا وأخي. إيه. أنا وأخي. هذه. حلوة هذه. يعني إحنا ما تم. يلا افتحي. أيوة. طيب لا أحد يفتح الآن، نبدأ مع عبد الوهاب الرصي. لا مع الغافل عشان كبير تكفى. لا نبدأ معك. طلبه. لا عادي. خش وعادي نبدأ. عشان. ورينا الصورة، حاول تتعرف، لا أحد يساعده شباب. شباب لا أحد يساعده. يلا. شوف الصورة ورينا إياها ووري الجمهور. الجمهور عبر الوسم حاولوا تعرفون عليه. أصبح. سبحان الله سبحان الله. لا تقول ايش هذا؟ انا صح علي. ايوه عمر ركز والله توه هو جسم. اصبر 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 ورا الصوره كنترول. قولوا لنا هذه ولدين ويدين متصافحه. هذه انا اقول انها عدنان ولينا. عدنان ولينا. لا 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 والله مو خطأ. عدنان ولينا والله خطأ. يلا أنا أقول عدنان ولينا. لا رجال كلهم اثنين ولدين. خطأ. يلا عهد الأصدقاء. يا أصبر عمر هو اللي عمره ولا. طيب نشيد صحيح. احلف عهد الأصدقاء تحسب لعمر. خليك ولا ويش جون القلب لو تدري إن قلبي عاشق عيونك. طيب شباب بعطيكم الأوراق. أعطيكم الأوراق افتحوا على طول مباشرة. صباحا. إيش بك يا عمر؟ هذه حقي هذه. أنت اليوم عمر ما بتبتدي. مو طبيعي. اليوم أنا ماخذ دور. اليوم ماخذ دور محمود. اليوم عمر إبراهيم. طيب. اليوم شباب افتحوا على نشيد عهد الأصدقاء بسرعة الصفحة الثانية. نشيدها مع بعض. يلا. بسم الله. يلا. نحاول ندخل في النشيد مع بعض. من عارف اللحن؟ حلمنا نهار. يلا. يلا ندخل مع بعض نشيدها مع بعض. يمزون. أنت امسك الزمن. يلا. يلا. الزمن. يلا نبدأ. حلمنا نهار ونهارنا عمل نملك الخيار وخيارنا الأمل وتهدينا الحياة أضواء في آخر النهار تدعونا كي ننسى لمن عشنا نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نرزق ما دام الأمل طريقا فسنحيا بيننا صديق لا يعرف الكلل رومس رقيق إن قال فعل روميو صديقي يحفظ عهد الأصدقاء يعرف كيف يجابه الأيام روميو صديقي علمنا معنى الوفاء علمنا ألا نخشى الآلام الله الله الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكثير كنا رجل صغير مو تحت بعض اصبر لا اصبر راحت راحت انا اشوف النقطة هذه نتقاسمها احنا فريقنا وبدو والله نقطة ما انتم ما انشدتوا معي انا قاعد انشد لحالي والله انا انا اديتك حقك ما تقول حقنا قلت روم لا اصبر شوي يا انا ما اعرف هالفيلم ذا يعرض بسمه عرض ايوه نعم بسمه جديد لا قديم مع عدل الاصدقاء بسمه يشدون عن مجرى الاطفال طيب محمود ممكن تقرا يا شباب شوف كل نشيد احنا حاطين له صفحه هنا يلا فعادي افتح ونشوف ايش النشيد تحاول تعرف عليه لحالك وري الجمهور وشو سهل يعني وري الجمهور اين انت ايها الجمهور اللذيذ هنا هنا ايوه طالع هنا هنا انتم هنا هذه حرب وسالة ولده يلا وشو هذه يلا حاول ما رايك تبكي وري الجمهور أمي كم أهواها أشتاق لمرآها أمي كم أهواها هاي كنترول صح ولا لا ما أدري الصورة ما شفتها هذه يبغى لها شغل يا عيال أنا ما أتوقع لا لا غلط غلط أمي كم أهواها أمي كم أهواها ما هي لا لا مو هي بلا نشيد لا مو هي أمي ربتني صغيرا ثم جابت رياض الخبرة لا لا ذا ولا شغل بلش ما في شغل بلش أنا بشغل أنا بشغل ما أجل ما في ما في أنت لا فيش ريمي تعرفون ريمي إيش دخل ريمي في الموضوع ريمي عمر ما اعرف ايش هو انت ناس عندك ريمي 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 لا ما ابوه ماني حافظها للاسف انت الامان وانت الحنان من تحت قدميك انت الامان اسمع ماني حافظ الا هذه انت الحنان من تحت قدميك الا هي كذا بس ماني حافظها يا شباب موجوده ترى الصفحه اللي هنا ايه
معلش اصبر ورا 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 يقول انت الحنان وانت الحنان من تحت قدميك لنا الجنان عندما تضحكين تضحك الحياه تزهر. طيب عمر في طريقنا تقدر انت الامان انت الحنان من ظهر قدميك لنا الجنان عندما تضحكين. لا مو كذا. عندما تضحكين تضحك الحياة تزهر الأمال في طريقنا نحس بالأمان. يمي يلا ادخل اشبعك العقمة يلا عبدالله الغافل ادينا ضعت فيها عبد الله الغافل افتح المشكله احنا نعرف البقيه بيضة لا افتحي شفت انا ريمي ريمي وسالي ايوه هذه الاثنين افتح بيضة دول البقيات نعرفها البقيات يلا بنشوف الحين بسم الله خلي الجمهور يتعرف عليها بسم الله خلي نشوف رمزون نعرفها ولا لا رمزون مره مبرطمه اليوم لا المايك بس معطيه ميوت حسين صح شكلي يعني ويبقى الخير رمزون وريه وجهه شوفه يلا وريهم وش هذه اوه عارفينه هذا اللي يجي يلا يا شباب سيمبا قادم سيمبا مالك سيمبا يلا عارف يا عمر ذئبا يلا هل شاهدتم ذئبا في البراري ياكل اخا ايوه هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعى هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأداة سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التلي بين قطع الضباعة سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التلي بين قطع الضباعة سيمبا سيمبا الله خلونا يا شغلونا يا والله رجعتونا زمن المقطع هذا لما تسمع تقول سيمبا عنده بتربت شغلونا يا هنا يا شباب والله هذه معروفه سمعت انا قبل شغلونا يا سيمبا عنده التلي بين قطع شغلونا انا عندنا ارفع الصوت ارفع ما نسمع ترى ما نسمع شاهدتم فيلا يكذب ويسرق ويشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأبا سيمبا سيمبا طيب سيمبا قادم طيب اخر نشيد مين معنا عمر صح يلا عمر يا عمر قلبي تولع بك الله يجعله خير في حشاش الله 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 ورينا وري الجمهور انا عرفته اشوف ما برق كوره اعطيني اعطيني زوم ان اوت اوف زوم اوف برا بعيد زوم اوف يلا ها هذه يا جماعة الخير لازم تسولي فيها حكم ومباراة صفارة لعب وإثارة في الملعب ننتظر إشارة حكم ومباراة لعب صفارة كرة وإثارة في الملعب أجمل أوقاتي هي حين أمارس كرة اليد هي حلم حياتي فيها اللعب وفيها الجد أجمل أوقاتي هي حين أمارس كرة اليد هي حلم حياتي فيها اللعب وفيها الجد حكم ومباراة كرة صفارة لعب وإثارة في الملعب ننتظر إشارة ليلى 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 صار موكلي عشان عبد الوهاب الرسي ادينا يلا انا واخي يلا انا جميعا يلا يلا مع بعض نختمها بانا واخي يلا بس نبغى ننشد شباب يلا الغافل اسمع يلا صفر انت الغافل معنا ترى صارت كورال كثيره عبد الله غافل ضخمه يلا يلا مو تسكت تسكت انت انا اعرف هنا انا واخي واخي شوق يدفعني لاراها امي ذكرى لا انساها طيف أنقى من زبد الأيام أبقى أمي 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 همساتها أحلى من نايم سكنت قلبي كلماتها باتت نجوى تضيء دربي لا تنسى أخاه ترعاه يداه
لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام لن نستسلم للآلام لن نستسلم للآلام لا تنسى أخاك ترعاه يداك لا تنسى أخاك ترعاه